بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تفضل اقرأ. من له الأولى تمزح معنا، اقرأ أنت. من له من يعرف إجابة هذا السؤال؟ من له أو اللعب الذي يجعله الإسلام حلالا وليس حراما؟ الرياضة. ليس الرياضة فقط، هناك كثير من أشياء. القراءة مباح. ما يتفق مع تعاليم الإسلام؟ الذي يتفق يكون موافقا لتعاليم الإسلام، موجودة عندك في الكتاب. اكتب عندك ما يتفق مع تعاليم ما يتفق مع تعاليم الإسلام. تفضل اقرأ. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح؟ أحسنت. يمزح ولا يقول إلا حقا، يمزح ولا يقول إلا حقا أو صدقا كما قال زميلكم. يمزح ولا يقول إلا حقا. اقرأ الصرف الرمزي. ماذا طلبت المجوزي العجوز 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 مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنها إذا اترك له الفرصة، دخول الجنة، طلبت دخول الجنة. أحسنت. اترك الوقت إلى زميلك، اترك الوقت إلى زميلك. طلبت دخول الجنة أو طلبت أن يدعو الله لها بأن تدخل الجنة. كيف كان الصحابة يروحون عن أنفسهم؟ بممارسة بعض الأنشطة المباح. بممارسة بعض الأنشطة المباحة. من يقرأ أيضا؟ تفضل اقرأ. ما معنى إن القلوب تمل؟ ومن القائل؟ من قائل هذه الجملة؟ علي بن أبي طالب. طيب، أي إن القلوب تضجر يعني تغضب وتتذمر، معناها القلوب تضجر وتتذمر، تضجر تحزن. القائل علي رضي الله عنه. طيب، صل بين المفرد والجمع. تدريب فردي، يعني بمفردك الآن توصل بين المفرد والجمع. أسرع أسرع. تضجر تغضب. الجد معناها الاجتهاد، الاجتهاد معناه الجد، والحرص على العمل. الحرص. تبسم، ها، ضحك بدون
صوت. انظر يا المعلم هكذا، ابتسام أم ضحك؟ ابتسام. طب وبيضحك وتكون مع وتكون مع صوت، إنما هو الضحك. نعم إنما هو الضحك. يتما يتداعبون، يتوافق ويسير على رأيه، يتوافق ويسير على رأيه. تتغلب تفوز، صح؟ يتخلف، ها؟ أحسنت أحسنت، مكتوبة هنا. لا صوت في الفصل، لا كلام في الفصل. طيب اقرأ يا عبد الحسيب التلخيص، ارفع صوتك لو سمحت، خذ اقرأ هنا تفضل. لا لا لا، خذ اقرأ هنا حتى أشرح لك. الأسباب التي نجا الأسباب التي نجلى إليها للتخليص كثير، منها ضيق ضيق الوقت، ضيق المساح التي نود الكتابة فيها، الموقف يطرب ذلك، أو أنه قد طلب منه فعلا ذلك في دروس تعبير كتابي. نعم، يعني متى نلخص؟ الموقف يحتاج إلى تلخيص الكلام، لا يريد كلاما كثيرا. ضيق الوقت يعني انتهاء الوقت أو وقت قليل الذي أمامي فأنا ألخص ما أقوله، خلاص؟ التعبير الكتابي طلب مني هذا، أن ألخص الدرس ولا أتكلم كثيرا في الدرس. ضيق المساحة يعني المسافة أمامك قليلة حتى تكتب فيها، خلاص؟ فأنت تلخص الإجابة، مثلما مثلا يكون عندك سؤال وترك لك سطرا واحدا للكتابة فيه وأنت تلخص إجابتك، تختصر الإجابة. نعم، انظروا إلى الدرس واقرؤوه بأعينكم مرة ثانية قراءة صامتة في حدود 3 دقائق حتى تقوموا بتلخيصه، وأنا أيضا سأساعدكم في التلخيص. اقرأ الدرس الآن بعينيك لمدة 3 دقائق. عن النفس، بعد الجد والاجتهاد، لماذا أباح الإسلام؟ حتى يبعد الملل عن الإنسان وعن النفس، حتى يبعد الملل أو حتى الملل والسآمة عن الإنسان. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه بقول الحق. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أصحابه بقول الحق، كما فعل مع المرأة العجوز. لكنه لم يكن ليقول إلا الصدق،
جيد، آخر فقرة عندك هي التي تحدثت عن الإجازة. عن ماذا؟ نعم، الكثيرة التي تضيع الوقت وتضيع العمل وتضيع وتجعل الإنسان هزلا لا جدا. خلاص، نعم نعم. كما نهى الإسلام عن إضاعة الوقت فيما لا يفيد، كما نهى الإسلام عن إضاعة الوقت فيما لا يفيد، وأن يكون اللهو واللعب هو الهدف. خلاص.